اليوجا رياضة هندية، هندية المنشأ. رياضة غريبة جدا، ربما الواحد لما بيجي يتأمل هذه الرياضة بيلاقي ان ما فيهاش مجهود بدني حقيقي، لكن كمية التأمل اللي فيها وكمية الجلوس لفترات طويلة جدا بتساعد على الصفاء الذهني، بتساعد على المرونة الجسدية، لو حد عنده حاجة في الفقرات بتقويه، بتقوي العضلات، بتعمل استرخاء نفسي بيساعدك على التركيز بشكل كبير جدا. ناس كتير جدا جربت اليوجا وقالت انها من الرياضات المهمة جدا. الجديد كمان في الأبحاث اللي اكتشفوا ان اليوجا مهمة جدا لمريضات مرض سرطان الثدي، لأنها هي بتساعدهم على تجاوز المشاكل النفسية اللي بيعانوا منها أثناء رحلة العلاج. كلام كتير جدا عن هذه الرياضة اللي انتشرت في جيمات كتير جدا من مصر وفي أندية كتيرة من مصر. الكوتش سومة ممدوح مدربة اليوجا منورانا النهاردة في استوديو صباح الخير مصر. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك صباح النور. خلينا ناخد كده إيه جانب تاريخي، يعني أحب برضو يعني إيه أفهم يعني إيه اليوجا رياضة هندية، نشأت إمتى، كيفية نشأتها، في الهند كانوا بيتعاملوا بيها إزاي وإزاي انتشرت في العالم قبل ما نخش في تفاصيلها. يعني هي اليوجا في الأول بدأت في الهند، هم كانوا عاملينها كلمة يوجا جاية أصلا من اتحاد، اللي هو إزاي اتحاد الجسم والروح والعقل مع بعض، إن احنا نوحد كل ده مع بعض عشان نقدر نتحد مع الكون. فهم الأرجوم الهنود كانوا بيستخدموها في الديانة بتاعتهم شوية، وابتدى الموضوع يتطور بعد كده في الغرب ان هم ابتدوا يعملوها الحركات، فابتدوا يستخدموها كرياضه عشان نقدر نوصل لمرحله التامل. فالحركات دي اللي احنا بنعملها دي بتساعد الجسم في حاجات كتير قوي، وبتخلينا نوصل لمرحله المديتيشن واحنا بطريقه سهله، لان انت ما ينفعش تجيب شخص تقعده كده وتقول له صفي ذهنك، هيبقى الموضوع بالنسبه له صعب قوي. فلما بيبتدي يعمل مجهود بيبتدي الموضوع عليه بيبقى اسهل اكتر، فيبتدي العقل بتاعه يفضل اول. طيب ايه اهميه ممارسه اليوجا في حياتنا؟ اليوجا مهمه قوي في حياتنا، هي المفروض تبقى لايف ستايل. الناس كلها الفتره الاخيره ابتدت تتجه للموضوع ده، لان هم لو ان هو ليه اهميه كبيره قوي، اهميه نفسيه واهميه جسديه. هو بيساعدنا في ان احنا نقوي عضلاتنا ونكتسب المرونه ويكون عندنا شكل جسم كويس، لانها بتساعدنا برضو على التخسيس. في انواع منها ازاي وهي ما فيهاش نشاط بدني قوي؟ يعني هو ده الموضوع اللي انا مش فاهمه بقى يعني. هي في منها انواع اسمها باور يوجا، الفينياستا والاشتانجا، دول مشتقين من الهاتا يوجا. الهاتا يوجا دي اساس اليوجا كلها. الاشتانجا والفينياستا دول بيبقوا باور، بيبقوا بنعمل فيهم حركات سريعه بطريقه سريعه، وبنقعد في البوزيشن يعني حوالي 5 أو 10 أنفاس. يعني مش قاعدين على مات ومغمضين عينينا؟ لا خالص، هي حركات يعني تمارين ومتعبه. يعني هي متعبه للناس اللي لسه اول مره تبدا، وتحسسك ان انت حركتي عضلات جسمك كلها. خلي بالك ان يعني في تمرين زي البلانك، طبعا انت عارفه البلانك اللي هو انك تقعد على كده، بنعمله في اليوجا كتير. ما هو هو يعتبر يعني انك تثبت جسمك لفتره معينه، ده بيشد الاعصاب والجسم كله، بيخليه يحرق اكتر او بيخلي الجسم مشدود اكتر. ما هو كل ما البني ادم عمل هولد في الحركه، كل ما ابتدى المعدل الهارد ريت بتاع قلبه ابتدى يعلى، فيبتدي ده يعلي معدل الحرق عنده اكتر، فتلاقي الموضوع جسمه بقى اكتف وسخن اكتر فيبتدي يحرق وهو قاعد. وهو قاعد دي الرياضه الوحيده اللي هو قاعد؟ هي الرياضه دي وانت قاعد، بس مش في كل البوزس. يعني ممكن ابقى قاعده مربعه رجلي، ده مش هحرق كده، المفروض هقوم واعمل حركات، وفي حركات وانا قاعده بس مش وانا مربعه. فاهمني؟ طيب يعني في حركات معينه. تعرفيني على انواع اليوجا، كملي. اليوجا في الهاتا يوجا، دي اساس اليوجا كلها، يعني اشتقوا منها. وايه الفروقات اللي ما بين الانواع دي؟ الهاتا يوجا مناسبة للناس اللي لسه بتبدا، ويعني والناس الادفانس، تعلمك ازاي تعملي البوز من الاول للاخر، بتعلمك الحركات اللي هي الحاجات اللي هي عامله كده دي، اللي هو لا حركات كتير كاتب كده الفرعون. هو دوت دي بتاعه المديتيشن، اللي هو خلاص احنا وصلنا لمرحله المديتيشن، المرحله الاخيره، فبنقعد كده عشان نبتدي نصفي ذهننا ونفكر شويه مع نفسنا. بتقوي لك عضلات جسمك وبتساعدك ان انت تتعلمي يعني ايه يوجا. الفينياستا والاشتانجا صعبين شويه، لان بيبقوا محتاجين حد اتمرن هاتا يوجا مثلا بقاله فتره فيقدر يتمرنهم، لانها بتشغل الجسم كله بطريقه سريعه جدا، وبتعلمك تعملي حركات انفيرجنت، اللي هو يعني ممكن تقفي على راسك او تقفي على ايدك. ده في الاشتانجا يوجا. تقعدي قد ايه مثلا كده؟ في ناس بتعمل مديتيشن اصلا هي عامله كده، يعني ممكن تقعد كتير هنا، ممكن نقعده 3 دقائق 5 دقائق. في ناس بتقعد كتير عادي، عضلاتها مؤهله لده. يعني هم عملوا التمرين ده كتير قوي فخلاص جسمهم خد على الحركه دي، فخلاص بقى يقعدوا فيها ما يحسوش اصلا ان هم شغالين، ولا هم قلبين راسهم ولا اي حاجه. قلبين راسهم
راسهم في الارض ورجليهم فوق. لا انا اعرف اليوجا اللي هي كده، ما اعرفش اليوجا الثانيه دي. يعني دين راسهم واقفين كده ده يوجا؟ يوجا. وفي عندنا الين يوجا. الين يوجا دي بتبقى بنقعد في البوز من 3 دقائق ل 8 دقائق، بتفضلي ثابته على نفس الوضع. ده بيوصلك لمرحله استرخاء اعلى، وبيخلي مرونه في المفاصل بتاعتك تحصل اكتر، لان احنا بنسيب جسمنا ينجذب اكتر مع الجاذبيه، فالمفاصل بتاعتنا بتبقى مرنه. كل ما تقعدي في البوز اطول كل ما جسمك ياخد عليه ويرتاح اكتر. طيب الدلائل العلميه لقد ايه اليوجا بتفرق في النفسيه؟ دلائل كتير قوي، يعني بنسبه كبيره قوي الناس اللي مارسوا اليوجا وغير الناس اللي يعني الناس بيمارسوا اليوجا بعدها، بتلاقي ان هم بيحسوا ان نفسيتهم بتتحسن كتير جدا، بيبقى عندهم طاقه ان هم يشتغلوا، بيبقى عندهم طاقه ان هم يعملوا حاجات كتير قوي، وبيحسوا ان جسمهم بيختلف. حتى احنا هنشوف بقى عندنا هنا حتى في الاعلانات في كل حاجه هتلاقي اليوجا دخلت في كل حاجه، لان الناس ثقافتها كلها راحت للحته دي، لان لقوها انها حاجه متكامله، يعني سهله وفي نفس الوقت تعلمك حاجات جديده، بتحس ان جسمك قادر يعمل حركات انت مش متخيلاها، بتوصلي لمرحله المديتيشن وتقدري تتخلصي من الطاقه السلبيه. انت قلت لي انك كنت بطله في العاب القوى وحبيتي موضوع اليوجا ده، يعني قلت ان واحترفتي فيه ودرستي فيه وبتدرسي في اكتر من جيم او بتدي كورسز في اكتر من جيم. في اقبال بقى على قصه اليوجا؟ يعني انا بروح كذا جيم فعلا بشوف ان في كورسات يوجا، بس يعني فعلا يعني في ناس بدات تستوعب حاجه زي كده؟ يعني برضو مثلا كان في حاجه زي الكيك بوكسنج مثلا بدات وانتشرت جدا، كان في لا هو الناس كتير جدا يعني ما شاء الله، يعني في ناس تبقى لسه اليوجا يعني ايه نداها كده. ساعات في ناس اليوجا بتسحبه، هو دخل اول مره يجرب اول ما بيقعد كده ممكن من اول 5 دقائق تلاقيه عايز يطلع، هو حاسس ان ده مش مكانه. بس انا بقعد اقول له لا لازم تستنى لاخر الكلاس، لان اليوجا بتبقى شويه متعبه في الاول، بس في الاخر هتحس بقيمه الكلاس، هتحس ان انت خرجت قد ايه مرتاح وقدرت تخلص من الطاقه السلبيه، وهتلاقي نفسك حاسس انك خارج جديد. لقيت فعلا ناس كتير بيبقى الاقبال عليها كتير جدا، يعني الناس بتستناه من الاسبوع للاسبوع عشان يعني يكملوا بقى الاسبوع وهم عندهم طاقه ايجابيه. فالموضوع بالنسبه لهم صراحه حلو قوي. احنا بنشوف نجوم عالميين، يعني شفنا محمد صلاح في اكتر من حاجه عمل اليوجا، وبرده فعلا الواحد برده يعني برده بتدور في ذهنه الاسئله، يعني هو ما بيتحركش، هو مجرد بس مثبت نفسه، وده بالنسبه له تمرين. ما هو مثبت نفسه على رجل واحده، دي عايزه اولا تدريب على التوازن، ان هو يعرف يقف على رجل واحده كده، وان هي بتعمل له تقويه للعضلات اللي هو الرجل اللي هو واقف عليها. صحيح. فبتقوي عضلاته جدا. في حاجات تؤهلك لانك تعملي يوجا، ولا اليوجا بتؤهل اللي بيدخل الكلاس اليوجا بيتم تاهيله بقى عضليا وعصبيا علشان يقدر يلعب يوجا؟ احنا بنبتدي معاه البوزز من الاول، يعني البوزيشن بيبقى ليه كذا مرحله. احنا بنبتدي مع الناس اللي لسه داخلين، وفي كمان بتبقى ادوات بيستخدموها، يعني ممكن في واحد ما يقدرش يلمس الارض بايده يوطي ويلمس الارض، فبنحط له بلوك كده بيسند عليها كانك بتعلي له الارض. ما بيعرفش يمسك رجله، فبنجيب له حبل او استك يمسك بيها رجله، فبنحاول نسهلها عليه شويه عشان ما يحسش ان هو متضايق او هو حد جنبه بيعمل وهو مش عارف. في ناس بتحس كده تقول لك انا مش هحضر تاني عشان انا مش مؤهله، بس الجسم انا مليانه. مثال اليوجا لازم ما يبقاش فيه فاتس او يبقى يعني لا ستريت. لسه هقول لا، يعني في ناس ما شاء الله مليانه جدا وتلاقيهم في اليوجا والفلكسبيليتي عاليين قوي، ما لهوش علاقه بشكل الجسم. هو ليه علاقه بالفكر. متوسط الاعمار اللي بتلعب يوجا قد ايه؟ بصي، هو المفروض اليوجا نبتديها مع الاطفال من سن 8 سنين، مع الكبار بقى ممكن يبتدوهم عندهم 70 سنه عادي. انا شفت بره في الجناين بيلعبوها قدام الناس في كل الحدائق الكبيره. بص، هو في كمان بره اساسا، يعني اليوجا موجوده في كل حاجه، في المستشفيات وفي الاماكن التاهيل وفي كل حاجه، هم شايفين ان هي حاجه كنوع من انواع العلاج، يعني بيبقى تاهيل بعد العلاج الطبيعي. يعني دكتور العلاج الطبيعي دلوقتي عندنا في مصر بيقول للناس يعني بعد العلاج الطبيعي الاحسن انك تروح تلعب يوجا، لان دي هتساعدك اكتر انك تعمل استمراريه لشكل العلاج ده. وبعدين هي مثلا بتجيلي تقول لي مثلا انا عندي 1 2 3 والدكتور قال لي ما اعملش 1 2 3، او الدكتور عايزني اركز على حاجه معينه. فانا ببتدي اخد من بالي من الحاجات دي في الكلاس وابتدي اركز عليها. الحمد لله بنلاقي ناس كتير بشكل كبير بتتحسن. كلميني عن حاله الصفاء الذهني، يعني ايه صفاء ذهني؟ يعني ايه انا اقعد ساعه كده طب انا هفكر في ايه، والتفكير ده هيوديني في ايه، وانا يعني ايه افضل ساكت ما ابصش في موبايلي ما اعملش تليفون لمده ساعه كامله؟ ايه اللي ممكن الواحد يوصل له
في حاجه زي كده؟ هي ان احنا مشكلتنا ان احنا في حياتنا طول الوقت بنفكر في اللي هيحصل واللي حصل، ما بنفكرش في اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي. تمام. فاحنا المديتيشن بيخلينا نفكر مع نفسنا احنا هنا دلوقتي، احنا قاعدين دلوقتي، انا قاعد مع نفسي بقى بفكر مع نفسي، بواجه نفسي بكل حاجه انا متناسيها وبحاول اتخلص منها. لان الشخص اللي بيفكر اللي هو بيتناسى حاجات بتفضل جواه محبوسه جوه جسمه، بتطلع بقى في هيئه حاجات كتير قوي، ممكن يلاقي ظهره بيوجعه، يلاقي ركبته بتوجعه، عنده حاجه عضويه وهي في الاخر اساسها حاجه نفسيه، ان هو كتم شعور جواه وافتكر ان هو نسيه. فاحنا بنأهلك في المديتيشن، انت مش بتقعد بس ساكت، بيبقى الانستراكتور بتقعد تتكلم وتخليك ان انت قادر توصل بصفاء الذهن في اللحظه دي. طيب انت قلتي ان دكاتره العلاج الطبيعي بيقولوا للناس روحوا العبوا يوجا بعد ما يخلصوا العلاج الطبيعي. ايه كمان الريكومنديشنز اللي بتجيلك من الدكاتره، التوصيات اللي بتجيلك من الدكاتره، واي التخصصات اللي المفروض لو المريض عيان بحاجه ما يجي بعدها يلعب يوجا للتعافي؟ في عندنا مرضى سرطان الثدي، وعندنا الناس اللي عندهم مشاكل. احنا في اكتوبر ده شهر التوعيه بسرطان الثدي. فهو انا السنه اللي فاتت طلعت معاهم في الجونه، كان تبع وزاره الصحه، كان مبادره حلوه قوي وبتحسن نفسيه الناس. يعني ان حصل دراسه في كندا اكدت ان الناس اللي عندهم مرضى سرطان الثدي لما ابتدوا يلعبوا يوجا ده حسن في نفسيتهم جدا، ولما نفسيتهم بترتفع. والعامل النفسي طبعا عامل مهم جدا. بيرفع عندهم يعني المناعه جدا. صحيح. فبيخلي نسبه الشفاء عندهم اعلى واحسن. دكتور العلاج الطبيعي والناس اللي عندهم مرض الام اس. واحنا العضلات. احنا بيجي لنا ناس يعني فعلا ممكن تكون مش بتقدر تتحرك خالص. بس المفروض الناس دي تتعامل في كلاس مع ناس زيها، يعني احنا المفروض الكلاس كله يبقى كده عشان ما حدش يحس ان هو متضايق او غيره بيعمل او كده، ده بيأثر على نفسيته اكتر. يبقى في نوع من انواع الدمج. اطول فتره واحد قعدها في يوجا متامل قد ايه؟ في ناس احنا بنعمل ساعات مديتيشن كلاس ساعه. ساعه. وفي بنعمله 10 دقائق في الاخر او على ربع ساعه. لكن في ناس محترفين ممكن يقعدوا اكتر من كده. في ناس عندها قدره رهيبه على انها تفضي عقلها. يعني هي قادره ان هي هقعد دلوقتي انا هعمل مديتيشن وهفصل. هي فكره اصلا انك تفكر تعمل مديتيشن انك تركز على نفسك، اول ما ركزت على نفسك هتلاقي مخك سنه سنه بيفصل. الموضوع يعني ممكن يعني هو علاج نفسي بيؤدي الى علاج عضوي وبيؤدي الى حرق كمان للكالوريز. بيعمل يعني هي حاجه متكامله. حاجة عشان كده الناس جدا. حاجة غريبة هي جدا. حاجة حلوة قوي. حاجة غريبة جدا. هي حلوة بصراحة جدا يعني، والناس اللي بتمارسها بتحس بفايدتها. يعني ممكن مش من أول كلاس تحس، يعني تحس ان هي خارجة مبسوطة. بس بتحس في التعامل بعد كده، هي من جواها وصلت لمرحلة سلام نفسي، وهي بتفهم بعد كده ان ده وصلت له من اليوجا. لأن اليوجا بتعلمنا الأخلاق وبتعلمنا حاجات كتير قوي قبل ما تكون هي رياضة أصلا. إزاي بتعلمنا الأخلاق؟ يعني بتعلمنا إن احنا إن اليوجا بتبتدي اول ما بنسيب المات، مش اول ما بنقف على المات، ان احنا ازاي هنتعامل مع الناس اللي قدامنا. يعني في حاجه اسمها كارما يوجا، بتعلمك ان انت ازاي تدي الناس وما تستناش، ان انت تساعدهم، ان انت ما تخليش حد. مبادئ لليوجا يعني. مبادئ لليوجا. انتوا بتقولوها للناس مثلا وهي بنقولها طبعا، بنعلمها كمان للاطفال، بنعلمهم ان ما فيش حاجه اسمها يعني ما فيش مقارنه، كل واحد ربنا خلقه بحاجه، كل واحد جسمه بيهيئه لحاجات معينه، انت واصل للنقطه دي وبعد كده هتوصل لنقطه اعلى، ما تبصش على زميلك، انت عندك قدرات ركز عليها. فبتعلم كمان الاطفال حاجات حلوه جدا. وعامه احنا كمان دلوقتي بيستخدموها الرياضيين، يعني في فرق رياضيه بيستخدمها للعيبه. يعني انا بمرن، كان في فريق سباحه بمرنهم يوجا. بتفرق معاهم قوي. فرقت معاهم في ايه؟ في موضوع التوازن والكلام ده. فرقت معاهم في ان هم ازاي يصفي ذهنهم، وان هم ازاي وقت البطوله يركزوا على هدفهم، وفرقت معاهم في الستايل بتاعهم في الميه. لان انا ببقى شغاله على عضلات معينه هم بيستخدموها. طبعا بالاتفاق مع الكابتن بتاعهم، بيقول لي مثلا ده محتاج كذا وده محتاج كذا. فانا ببتدي اشتغل على ده، فده بيفرق معاهم جدا يعني في الميه. كلمتيني قبل الهوا وقلتي لي ان هي بتاثر على الفقرات او بتعالج الفقرات، وانا ما فهمتش ازاي ان انا افضل قاعد كده شادد يعني عمود الفقري لمده ساعه وان ده يعالجه. المفروض ان هو ده ياثر عليه لو هو في ايرور او في غلط او في يعني. فاهمك. لا، هو بيعالجه عن طريق التمارين. في تمارين بتعالج بتقوي العضلات المحيطه بالعمود الفقري. العمود الفقري ده هو عباره عن فقرات حواليه بقى عضلات ماسكاه.
تمام. العضلات دي لما بتضعف، لما شخص بيحصل له اصابه بتبقى العضلات دي ضعفت قوي. دي كولاجين مش عضلات اللي هي الـ، لا قصدي العضلات المحيطه بالعمود الفقري. تمام. دي اللي المفروض بتبقى شايله الجسم كده وقويه. بالظبط. اول ما بتبتدي تضعف بيبتدي العمود الفقري يحصل له اصابات لان الحمل كله بيبقى عليه، فيبتدي احنا نبتدي نقوي العضلات المحيطه بالعمود الفقري، فكل ما تبقى قويه اكتر كل ما الشخص ابتدى يتحكم في ظهره اكتر. انا كنت زمان برضو كان عندي مشكله في ظهري قويه جدا، ما كنتش بقدر افرد ظهري خالص، كان عندي مشكله في اللور باك من تحت. المصريين كلهم عندهم عشان المحفظه وعشان القعده غلط. هي القعده غلط فعلا بتفرق. احنا بنقعد نحط رجل على رجل كده ونعمل كده، ده كله بيأثر فعلا على ما احنا اصلا اليوجا اول حاجه بنعلمها للناس ازاي نقعد وازاي نقف. صحيح. بيبقى عندنا دي فعلا عندنا كمصريين. دايما الناس تبقى قاعده قلبها الحوض بتاعها لقدام او قلبها لورا، وده بيفرق معاها فبيعمل انزلاقات في العمود الفقري. ايوه. والناس اللي بتقعد على كمبيوتر او بتقعد حاجه بتقعد عامله كده. بالظبط كده. اليوجا بقى بيعالج الكلام ده، بيفرد الظهر وبيخلي بتفرق جدا. بيخلي الجسم هي الفكره ان احنا طول ما احنا قاعدين كده بيحصل عندنا هنا قصر في العضلات دي مثلا وتطويل في العضلات دي، فاليوجا المفروض بتعمل على انها يبقى في بالانس في جسمنا. فاحنا بنعالج ده، بنبتدي نطول الجزء دوت، نعمل بالانس بين الاثنين بين هنا وهنا، فيبتدي ده يفرد معاه ونبتدي نعلمه القعدات الصح، فهو يبتدي يفتكر. طبعا هو في الاول بيبقى تعبان لان خلاص جسمه خد على كده، بس بعد كده بتفرق قوي. طيب سوما انا عايزه اعرف ازاي تم تاهيلك علشان تكوني مدربه يوجا، لانه الناس وهي جايه تعالج كل الكلام ده عايزه تبقى متاكده انه معاها حد فاهم، معاها حد متاهل صح. ازاي تم تاهيلك علشان تبقي مدربه يوجا؟ انا بمرن يوجا بقالي 7 سنين ونص. ابتديت في الاول رحت اخدت كورس يوجا، كان ليفلات كده. اتعلمت بصراحه الحركات كويس جدا، وتعلمت الاصابات ودي تعمل اصابه او لا، والحركه دي غلط ولا لا. بعدها ب5 سنين رحت خدت كورس 200 ساعة. ال 200 ساعة ده بيبقى هنا في يعني مدرسة معتمدة هنا، بتبقى معتمدة يعني من احنا هنا. عندنا في مصر مدارس معتمدة لتدريب اليوجا. عندنا مدرسة معتمدة بناخد فيها الشهادات وبتبقى معتمدة من يوجا اونلاينز. فاحنا دي 200 ساعة دي يعني انت خدتي المنهج ده بيبقى في جميع انحاء العالم. صحيح. كل الناس بتدرسه في كل حتة. صحيح. وبندرس بقى كل بوز ده مين اللي يعمله ومين ما يعملوش. يعني هي عموما رياضه فعلا، يعني قصه التامل دي لوحدها يعني او صفاء الذهن بتخلي الواحد فعلا يخش في مرحله تانية، وفعلا بتخلي الواحد يشد جسمه، وهي امر غريب يا هدير يعني ما حدش فاهم برضه ليه. هي حاجه حلوه قوي حضرتك. صحيح صحيح. مشكورك الكوتش سوما ممدوح مدربه اليوجا، شكرا ليكي على كل هذه المعلومات. مرسي.